السلام عليكم إخوة الأخوات، صحاب قناة إلكترو تيك نور، مرحبا بكم. الحلقة اللي دازت هضرنا على لا ليزون ما بين ان كوميتاتور افيك ان فولت ماتر، بالنسبة فاز مع نوتر، يعني كيفاش نلي نسقو ما بين واحد لو كوميتاتور واحد فولت ماتر باش نعبرو ما بين فاز و نوتر. من بعد شفنا كيفاش ليو ان فولت متر مع ان كوميتاتور باش نعبرو لا طونسيون ما بين فاز وفاز. دابا غادي نشوفو ان شاء الله واحد لو كوميتاتور اللي كيتجمعوا فيه هاد المسائل بجوج، اللي كيفاش نعبرو فاز ونوتر وكيفاش نعبرو ما بين لي فاز، بيان سور ليزون افيك ان فولت متر. دونك غادي نحتاجو واحد الكوميتاتور اللي كنلقاو فيه هاد البوزيسيون، يعني بوزيسيون 0 بوزيسيون ا بي سي ا بي بي سي سي ا. غادي نحتاجو واحد الفولت متر، بيان سور هادو هما لي كونتاكت ديال هاد لوكوميتاتور اللي كلهم اوفر واحد الريزو 380 بليس نوتر اللي سميناه ال 1 ال 2 ال 3 والنوتر لي فاز ا بي سي. هنا غادي نديرو واحد لي شانت ما بين ال 1 و 3 ما بين 5 و 7 و بيان سور لا ليزون ديال لي فاز مع هاد لو كوميتاتور. عندنا النوتر غادي يمشي ل 11، وعندنا لا فاز 1 اللي هي ال ا غادي تمشي ل 9، وعندنا لا فاز بي اللي هي ال 2 غادي تمشي لا ليزون اونتر 5 و 7 غتمشي لهاد لا شانت، وعندنا لا فاز الاخرى ال 3 اللي هي سي غادي تمشي لا ليزون ما بين 1 و 3 ديال الكوميتاتور. دونك هادي هي لا ليزون ديال الريزو مع لي كونتاكت ديال الكوميتاتور. النوتر لهنا غادي نديرو واحد لاشينت ما بين الكات و الويت و الدوز، بيان سور غادي تمشي الفولت متر. و عندنا غنديرو واحد لاشينت ما بين تيس و سيس و دو، غادي تمشي لوتر كوتي ديال الفولت متر. دونك هادي هي لا ليزون ديال لي كونتاكت مع لو كوميت مع لو فولت متر. دونك غندير واحد لاناليز، بيان سور غادي نرجعو للداتا شيت ديال هاد كوميتاتور اللي هي كالاتي. عندنا بوزيسيون 0 يعني كاع لي كونتاكت حلولين، عندنا بوزيسيون ا شنو كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها الناف و الديس مسدود و الأونز و الدوز مسدود. دونك ال 11 و 12 مسدود اللي هو النوتر هنا و 9 و 10. دونك الا جينا نتاملوا هنايا، دونك في هذه الحاله غادي نعبروا ما بين لا فاز 1 و النوتر، يعني لو كورون غادي يمشي من لهنا الفولت متر. دونك غادي نعبروا 220 هنا. دونك غادي ندوروا لو كوميتاتور البي، اشنو غادي يوقع؟ غادي تسد لو 5 ولو 6 ولو 11 ولو 12 راه ديما مسدود. دونك غادي تحل هاد الناف و 10 وغادي تسد 5 و 6. دونك في هاد الحالة غادي نعبرو ما بين الفاز 2 و النوتر. دونك ديما لو كورون غادي يمشي من هنا ترافيرو النوتر، فاز 2 غادي تمشي من لهنايا. دونك هادي في الحالة بي. غادي ندورو دابا لسي اللي هي هادي، كاينة راه كاينة تحت هاد المانيت ديال كوميتاتور. دونك في هاد الحالة هادي غادي تسد الان و الدو و الانز و الدوز راه ديما مسدود. دونك غادي تسد الان و الدو و غادي يتحل هاد 5 و 6. دونك في هاد الحالة غادي نعبرو ما بين الفاز 3 و ما بين لو نوتر.
زيرو راه لي كونتاكت كلهم مفتوحين. دابا غادي ندوزو الأ بي. دونك الأ بي شنو عندنا؟ عندنا السات و الويت فيرمي و عندنا الناف و الديس فيرمي. دونك السات و الويت فيرمي، الناف و الديس فيرمي، باش نعبرو ما بين لافاز أن و لافاز دو. دابا غادي ندوزو لبي سي، يعني كوميطاتور غندورو لبي سي. دونك غادي تسد عندنا الان و دو، وغادي تسد عندنا سات و الويت. دونك سات و الويت و الان و دو، باش نعبرو ما بين الفاز دو و الفاز تروا. الحالة الاخر اللي هي السي ا، غادي تسد عندنا لو تروا لو كات، وغادي تسد عندنا لو ناف و لو ديس. دونك قلنا غتسد لو تروا لو كات، وغتسد عندنا لو ناف و لو ديس، باش نعبرو ما بين الفاز التاني و الفاز الفاز الاخر اللي هو ال تروا. دونك هادي هي لا ليزون ديال هاد كوميطاتور مع فولت متر. دونك نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا، تبارك الله عليكم، ما تنسونش من الدعم ديالكم كما العاده.